انا قرار جديد جديد التعاقد مع المؤجر الجوبلمون تي كونترا تي كونترا عندي هداك يدخل كارت تو كارون هنا يعني كانت كلمات تسمى تاع مقاول ناقد غير احنا نقول الاحترام يتحقق ما دام جا الترخيص عندي حل هنا يدير كل سنه يدير يجدد مقرر سنه على سبيل شويه بناء على تطوير. إذا كان إذا كان إذا كان الرخصة راه يكون مدير، جماعة الديون اللي عندهم، إذا كان عندهم ديون، هنا الرخصة تساعدهم باش جدا، ما يتقاضى، ما يقعدش على مارتيك 34، ندير ما عنديش كونسلطاسيون، بصح راني كيشوي، ما عنديش كونسلطاسيون، ندير غير جديد التعاقد، ونعاود ندير جديد التعاقد لمدة 4 سنوات، إذا هذا هو كان جيت ما كانش جيتو لا تعاقد وكان يخدم من فوق. وما قوجات عطاهم ترخيص باش الفترة اللي باكر يتقاضى يديروا مقرر جديد التعب على سبيل الشوية الفترة الممتدة من 20 ل 24. وهنايا يدخل في القضية تاع سبقت شوية لأن كل عام عندها كارتون عندها شارتون دونك راني أوفر غادي خلاص 2 مليار و800. دونك انا رجلت الطبقات دير الطبقة على شوية بإطار مادة 18 والمادة 34 تبقى 8. هو نفس ال كيضروا على التنميه كيدوه للثانويه الاقرب ليهم اللي فيها الشعب لكن ما يقدرش نعرف